بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، إن شاء الله النهاردة في الفيديو ده بكمل معاكم شرح وحل الوحدة الرابعة من كتاب بيت باي بيت. هنا عنوان الوحدة Looking After Our World. Looking After Our World، الاعتناء بعالمنا. هنبدأ دلوقتي بالدرس الأول بعنوان My Visit to Elephantine Island، يعني زيارتي إلى جزيرة إلفانتاين أو جزيرة فيلة. كي فوكابيولاري الكلمات، أول حاجة ماونتين ماونتين ماونتين، ليك ليك ليك، ووتر فول ووتر فول ووتر فول اللي هو الشلال، أيلاند أيلاند الإس طبعا سايلنت، فورست فورست اللي هي الغابة، كورال ريفز كورال ريفز الشعاب المرجانية، أسوان بوتانيكال جاردن أسوان بوتانيكال جاردن حديقة النباتات بأسوان، تيمبل أوف فيلا تيمبل أوف فيلا معبد فيلا، سانسيت سانسيت غروب الشمس، تومز أوف ذا نوبلز تومز أوف ذا نوبلز مقابر النبلاء، رير 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 ريجن ريجن يعني فترة حكم، أزر أزر ووردز شيب شيب شيب، هيستوري هيستوري هيستوري، كالندر كالندر كالندر، ترافيك ترافيك ترافيك، سيتي سيتي سيتي، تاون تاون تاون، طبعا سيتي مدينة كبيرة، تاون مدينة صغيرة، ليزر ليزر ليزر، تريب تريب، فيزيت فيزيت، ووك ووك، بارتيكولارلي particularly clearly خصوصا، فلوكا فلوكا لو مركب شراعي، full of full of مليء بي، adjective صفات، fantastic fantastic، calm اللي طبعا silent، quiet calm quiet، decorated decorated، famous famous. تصريف الافعال، في عندنا افعال منتظمه افعال غير منتظمه، عشان احول الافعال المنتظمه من البريزنت الى الباست طبعا بزود لها زي ما خدنا قبل كده الدي، يا اما بزود لها اي دي اي دي، يا اما اي اي دي، طبعا اي اي دي لو الفعل زي ما هنشوف دلوقتي بينتمي الواي، عندنا مثلا ميس يبقى ميز زودنا لها اي دي، تراي هنا بتنتهي الفعل ده بينتهي بالواي وقبله حرف ساكن بنقلب الواي الى اي وزود لها اي دي يبقى ترايد، ووك ووكد. أما الأفعال الغير منتظمة تحفظ كما هي، understand understood find found go went. study the following، ادرس التالي، the Elephantine Island is full of history، جزيرة إلفانتاين اللي هي جزيرة فيلا يعني تزخر بالتاريخ، there is lots to see، هناك الكثير لترى، it's the most fantastic place، إنها المكان الأكثر روعة. It's the oldest part of أسوان. إنها أقدم جزء في مدينة أسوان. We went to أسوان Museum. ذهبنا إلى متحف أسوان. We can go for long walks. We can go for long walks. يمكننا التمشية مسافات طويلة. سبعة. I was traveling by boat. I was traveling by boat. كنت مسافر بالقارب. Can't wait to see you soon. Can't wait to see you soon. لا أطيق الانتظار لأراك قريبا. The sunsets are fantastic. أوقات الغروب رائعة. Particularly وخاصة from Abiloca من المركب الشراعي. عشر. They have beautiful brightly decorated houses. لديهم منازل جميلة ومزينة بألوان زاهية. We are going to walk to the tombs of the nobles. سوف نمشي إلى مقابر النبلاء. هنا بقى إيه؟ listen and read. نص الاستماع. هاي داليا. أهلا يا داليا. How are you؟ كيف حالك؟ I am missing you. أنا أفتقدك. I am on Elephantine Island. أنا في جزيرة فيلا. And it's the most fantastic place. ودي هو أفضل مكان. It's in أسوان في أسوان. And there is lots to see. ويوجد الكثير لنراه. Yesterday بالأمس I was traveling by boat. كنت أسافر بالمركب.
to the island إلى الجزيرة with my friends مع أصدقائي. We were trying to understand كنا نحاول أن نفهم the Elephantine name اسم Elephantine. We think it's the shape نعتقد أنه هو مطابق للشكل يعني. Elephantine Island جزيرة Elephantine is the oldest part of أسوان هي أقدم مكان في أسوان أو أقدم جزء يعني. In fact في الواقع أو في الحقيقة all the island is full of history كل الجزيرة مليئة بالتاريخ. After that بعد ذلك we went to the Aswan Museum ذهبنا إلى متحف أسوان. We were looking at all the old things كنا نشاهد كل الأشياء القديمة from the island من الجزيرة. When we found a very rare calendar عندما وجدنا نتيجة أو تقويم نادر جدا from the region of تحتمس الثالث من عصر تحتمس الثالث. But it's not only about history ولكن ليس فقط بالتاريخ. It's a beautiful إنها جميلة and can place ومكان هادي. There is no traffic لا يوجد مرور سيارات يعني. So it's very quiet لذلك هي هادية جدا. And the air is clean والهواء نظيف. We can go for long walks نستطيع أن نمشي مسافات طويلة. There are no forests لا توجد غابات هنا. But there are lots of trees ولكن يوجد كثير من الأشجار. So it's quite green لذلك هي إلى حد ما خضراء. The sunsets غروب الشمس are fantastic رائع. Particularly وخاصة from Abeluka من الفلوكة. We were walking in one of the Nubian villages. نحن كنا نمشي في إحدى قرى النوبة. This morning هذا الصباح. They have beautiful brightly decorated houses. بها أماكن مزينة بألوان زاهية. We had lunch there. نحن تناولنا الغداء هناك. Looking at the Nile ونحن ننظر إلى النيل. Tomorrow غدا is our last morning. آخر صباح ليا. So we are going to walk to the tombs of the nobles. ولذلك نحن نمشي إلى مقابر النبلاء. Through the desert عبر الصحراء. I will be sad to leave. أنا سوف أكون حزينة للمغادرة. Can't wait to see you soon. لا أستطيع الانتظار حتى أراك قريبا. نجوى. في عندنا بقى استمع للنص مرة أخرى واجب على الأسئلة. Did نجوى have a good trip؟ طبعا الإجابة yes she did. طيب why is she feeling sad؟ لماذا تشعر بالحزن؟ طبعا to leave أسوان عشان هتسيب إيه أسوان. بنيجي بقى على أنشطة الدرس الأول listen and A and choose the correct answer from A, B, C or D. دلوقتي أعمل لكم listen وخلي بالكم معايا علشان الA سؤال choose. My name is عادل. I live in Alexandria. It's a big city in the north of Egypt. إنها مدينة كبيرة شمال مصر. Alexandria has beautiful beaches. بها شواطئ جميلة. Alexandria Library is a good place to read books. مكتبة الإسكندرية مكان جميل لكي تقرأ الكتب. Many people كثير من الناس come to Alexandria in the summer. يأتون إلى الإسكندرية في فصل الصيف. I like my city very much. أحب مدينتي جدا because its people are friendly. لأن ناسها كلهم friendly ودودين وعاطفين. سؤال نمبر 1. Alexandria is a big city in the north of Egypt. شمال مصر. Alexandria has beautiful beaches. زي ما سمعنا بالضبط. Many people come to Alexandria in the summer في الصيف. السؤال الرابع. The people in Alexandria are friendly. ده اللي احنا سمعناه يا جماعة. نيجي على سؤال الشوز. واحد. There is no نقط. So the island is very quiet. لذلك الجزيرة هادية جدا يبقى لا يوجد ترافيك حركة مرور. Alexandria is a city مدينة كبيرة. We could climb up the high نقط yesterday. نحن لم نستطع التسلق الجبل العالي بالأمس. The نقط of Fiala is in Aswan يبقى تمبل اللي هو معبد. خمسة. In the evening بالمساء I like to see the sun rise اللي هي غروب الشمس. Elephantine Island جزيرة Elephantine is in Aswan.
These coins, هذه العملات are expensive. العملات غالية because they are rare, لأنها نادرة. السؤال اللي بعده in a read and complete. Villagers قرويين sunset غروب الشمس sun south وتمبل وكواي. Aswan is a beautiful and calm place. Aswan مدينة أو مكان جميل وهادي. There is no traffic. لا توجد حركة لمرور السيارات. So it's very quiet. يبقى دي واحد. And the air is clean. والهواء نظيف. There are no forests. ما فيش غابات. But there are lots of trees. ولكن يوجد كثير من الأشجار. So it's quiet green. لذلك هي إلى حد ما خضراء. The night are fantastic. Particularly from Abiluka. يبقى sunsets. أوقات غروب الشمس. زانوبيان فيليجرز اللي هم القرويين النوبيين beautiful brightly decorated houses. You can go for walks. ممكن تروح تتمشى to the tombs of the nobles. Aswan is a very special place in the south of Egypt. بدي رقم كام؟ 4. ضع الكلمات في الترتيب. عندنا in Aswan live do you. يبقى do you live in Aswan. اتنين traveling I by was boat. I was traveling by boat. Live you a city do in. Do you live in a city. Most the it's place fantastic. It's the most fantastic place. Are the fascinating buildings. The buildings are fascinating. نيجي على البنك شوية. طبعا الاي اول حاجة بيبقى ايه كابتل خلاص وبعد كده طبعا ابوستروف ام والباقي زي ما هو حطه في الاخر فول ستوب. اي ام طبعا الاي برضو اول حرف في الجملة لازم اكتبه كابتل. اي ميت نهى الان بتاع نهى عشان ده اسم طبعا بنت وفي الاخر فول ستوب. نيجي على الباراجراف. Write a text of 30 words. عن إيه بقى؟ Your city Aswan. مدينتك أسوان. I live in Aswan. It's a fantastic city. ده مدينة رائعة. There is lots to see there. يوجد الكثير لتراه هناك. It has museums. بها متاحف and temples ومعابد. There is no traffic. لا توجد حركة مرور. So it's very quiet. لذلك هي هادية جدا. You can go on the Nile by boats. تستطيع الذهاب إلى نهر النيل بالمراكب. I love Aswan very much. نيجي على الدرس رقم 2. What were you doing? ماذا كنتم تفعلون؟ طبعا زمن السؤال ماضي مستمر اللي هو بيتكون من was أو where زائد الفعل زائد ing زي ما ناخد. كلمات arrive at school يصل إلى المدرسة. Get up يستيقظ. Have lunch تناول الغداء. Study English يذاكر إنجليزي أو يدرس. Have a great time يستمتع بوقت رائع. Swim in the sea يسبح في البحر. عندنا الجرامر بقى قواعد على الباست كونتينوس تينس الزمن الماضي المستمر. زمن الماضي المستمر يستخدم زمن الماضي المستمر للتعبير عن شيء حدث واستمر في فترة زمنية في الماضي وبيكون من ايه؟ بيكون من was أو where زائد الفعل زائد ing. عندنا was بيأتي قبلها الضمائر I he she it أو اسم مفرد. أما وير يأتي قبلها الضمائر الجمع يو وي زي واسمه جمع زي إيه. I was traveling by boat to the island. أنا كنت أسافر بالمركب to the island إلى الجزيرة. We were trying to understand the lesson. نحن كنا نحاول أن نفهم الدرس. ده القاعدة. القاعدة بتكون من was أو where زائد الفعل زائد ing. وقلنا was بيأتي قبلها إيه وير بيأتي قبلها إيه. طيب بالنسبة للاستفهام بقى ما جي أمال سؤال في زمن الماضي مستمر بجيب أداة استفهام في الأول وبعد كده was أو where وبعد كده حسب بقى الايه الفعل. لو was يجي بعدها I he she it زائد اسم مفرد زائد الفعل زائد ing. كذلك where بعدها you أو we أو they أو اسم جمع زائد الفعل زائد ing. زي ايه بقى؟ What were you doing ادي الأداة وبعد كده where علشان you doing. ماذا كنت تفعل؟ I was playing tennis. كنت بلعب تنس. Was هنا لو عملت سؤال بقى بهل بجيب was أو where في الأول وبعدها الفعل وبعدها الفعل زائد ing وباقي الجملة. Was she listening to music؟ هل هي كانت تسمع موسيقى؟ Yes she was. يا إما no she wasn't. طب where they making فتة؟ هل كانوا يعملون الفتة؟ Yes they were أو no they were.
طيب نبي الماضي المستمر بجيب بعض was أو were not ماشي، وممكن نختصرها زي ما هنشوف. طبعا was قبلها I he she it اسم مفرد، was not زائد الفعل زائد I ing، كذلك where قبلها you we they اسم جمع وبعدها not زائد الفعل زائد I ing. زي I was not، خلي بالنا النفي هاجي بعد was، swimming in the sea، we were not listening to music. خلي بالنا ان was not ممكن اختصرها الى wasn't، were not الى weren't. بعد كده الكلمات اللي بتدل على الماضي المستمر. اول حاجه كلمه while يعني بينما او اثناء، as الاثنين نفس المعنى، when يعني عندما، this morning هذا الايه الصباح. نخلي بالنا ان while واز بياتي دايما الجمله في الماضي المستمر والجمله الثانيه ماضي ايه بسيط، عكس وين، وين بياتي بعدها ماضي بسيط والجملة الثانية ماضي مستمر. زي while we were looking at all the things، بينما كنا نشاهد أو ننظر إلى الأشياء القديمة، we found a rare calendar، وجدنا تقويم نادر. we were looking at all the things، نحن كنا ننظر الأشياء، when we found a rare calendar. ملحوظ عند إضافة ING للفعل بتاع الماضي المستمر ده، إذا كان الفعل بينتهي بالإي بحذف طبعا الإي، زي make making take taking. طيب عندنا سي، خلي بالنا إن الإي هنا في أصل الفعل، يبقى سينج زي ما هي، بي بينج زي ما هي. عند انتهاء الفعل بحرف ساكن وقبله حرف متحرك بنعمل إيه؟ بنضعف الحرف الساكن ده، زي swim swimming، هنا shop shopping. اقرأ واختار. We were trying ولا trying to understand the Levantine name. طبعا هناخد الأولى. I not in one of the Nubian villages this morning if I was walking. اقرأ الجدول عن زمن الماضي المستمر وأكمل بـ she أو was أو where. I was listening to the radio. يو او وي او زي بياخدوا طبعا ايه وير، تبقى دي وير هتبقى واحد. ميكينج ا كيك، هي او شي، شي هتبقى اتنين، هي او شي او ات بياخدوا ووز زائد بقيه الجمله. طب السؤال ووز اي ليسننج تو ميوزك، وير يو او وي او زي ميكينج فته، هنا هي وشي وات بياخد قبلها ايه ووز، يبقى ووز دي هتبقى تلاته. سيركل ذا كوريكت ووردز، we use the past continuous for something، بنستخدم الماضي المستمر لشيء، that happened حدث and continued وكان مستمر over a period of time لمدة من الوقت في الماضي. look and write، use the past continuous، the fox was sleeping، الثعلب كان ايه نائم اللي هو ده. the fish، طبعا fish دي مفرد تاخد ايه was وبعدها فعل زائد ing swimming. the tiger was drinking water، كان بيشرب الماء. the people were walking، كانوا ماشيين. I was watching everyone. we were having a great time. was طبعا عشان ايه اذا كانت running هل القطه كانت بتجري. بعد كده ماذا كانت تفعل منى في اوقات مختلفه امس. عندنا arrive at school، تصل المدرسة. get up تستيقظ. have lunch بتتغدى. study English تدرس إنجليزي. حسب الصورة بقى، هنا دي بتقوم من نومها الساعة 6 AM صباحا، she was getting up. طيب هنا الساعة 8، she was arriving at school، بتصل المدرسة، راح المدرسة. طيب هنا الساعة 10، she was studying إيه English، أو هي بتدرس إيه يا جماعة English، نكتب هنا English. معلش انا نسيتها والخط طبعا مش حلو، معلش انا بعتذر. يبقى ايه انجلش اي ان جي ال اي اس اتش. طيب هنا الساعه 3 شي ووز هافينج لانش، كانت بتتغدى. نيجي بقى اكتيفيتي على الدرس رقم 2 شوز. وي وير نوت ا جود تايم ات ذا زو، وي وير ايه هافينج، كنا نقضي وقت جميل. ذا تايجر ووز نوت ووتر، يبقى ووز ايه درينكينج، كان بيشرب ميه. What was Huda doing at different times؟ كانت بتعمل ايه في الاوقات المختلفة؟ They were not by boat to the island، يبقى traveling، كانوا يسافرون.
I was making فتة. السؤال اللي بعده ترتيب، هنا أبدأ بـ ذا. فوكس was sleeping، الثعلب كان نائم. اتنين، we were having a great time. هنا the fish was swimming in the sea. هنا where they making lunch. الأخيرة what were you doing at 9 p.m. اقرأ وقته بالصيغة الصح. She was بعدها فعل زائد ing يبقى cooking. While I was sleeping, my father came. Were you listening to music? طبعا علشان هنا فعل زائد ing. Were they walking in the park at 5 p.m. when he هنا meets his friend, he was going to school. عندما قابل صديقه he was going to school. ستة، was بدل where he swimming in the lake. هنا سبعة، where هنا ما ينفعش هي، ناخد ايه؟ you making فتة. We were having a great time at the park. Was عشان تايجر مفرد running at 12 a.m. I wasn't studying, I was sleeping. Were the boys playing football? My mom was shopping at the supermarket. البنكتويشن طبعا هنا ال A ال W أو الحرف في الجملة يا جماعة كابتل، وطبعا ال D بتاع داليا كده كده مكتوبة، وال E بتاع English برضو معمولة، ونعملها تاني مفيش مشكلة، وحطه في الآخر كوتشن مارك. I ال I أو الحرف في الجملة. I was visiting the اللي هي نوبيان فيليج اللي هي القرية النوبية، والفي طبعا عشان ده مكان ايه مشهور. بنيجي باراجراف على what were you doing at different times yesterday. yesterday was a holiday، امبارح كان اجازة. at 7 a.m. I was getting up، صحيت. at 8 a.m. I was having my breakfast with my family. at 10 a.m. I was watching TV. At 3 p.m. I was having lunch، كنت بتغدى. It was a great day، كان يوم جميل. All my family were having a great time، كل أسرتي كانوا بيقضوا طبعا وقت رائع. وبكده أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس ابتدائي انتهينا من حل وشرح الدرس الأول والثاني من الوحدة الرابعة. أتمنى أن احنا نكون استفدنا من هذا الفيديو. استنونا الفيديو القادم مع الدرس الثالث والرابع والخامس بإذن الله. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.